السفينة لا زالت مائلة، طبعا هذه السفينة انحرفت ومالت على جنبها كما نشاهد في هذه الصورة. لا يزال التقنيون والمختصون يحاولون البحث عن تقنية يحاولون من خلالها رفع هذه السفينة العملاقة جدا. طبعا دائما عندما تغرق سفينة أو تميل أولى العمليات المحفوفة دائما بالمخاطر هي إعادة تعويم هذه السفينة وإرجاعها على الأقل إلى وضعها الأقرب إلى القائم لسحبها إلى أحد الموانئ القريبة ومحاولة تفكيكها. هذه سفينة عملاقة جدا يصل طولها إلى 260 متر، ليس من السهل إيجاد تقنية أو على الأقل تأخذ هذه العملية بالتقنيات الموجودة حاليا إلى ما يصل 12 ساعة بحسب المختصين.